يلا حملك يا عم محمود. يلا اشتغل انت اهو. انا يلا حملك يا عم محمود. يلا ايه كل التاخير ده يا ولاد؟ يا ماما احنا عاملين نصحوا في كيمو وفي مسمار. مسمار تايه كده برضو يا كيمو. انت ومسمار بقول عليكم برضو رجاله اللي بحافظين على اخواتكم. معلش ياما. معلش ياما. بصي يا امنيه دلوقتي هتتقسموا فريقين. ماشي. فريق البنات مين؟ مكه وامنيه. وفريق الصبيان مين؟ كيمو ومسمار. ماشي؟ ماشي. هتقعد فين انت؟ هنا ولا هنا؟ لا انا عايز نقعد على الرخيص عشان الرخيص بيتباع بسرعه. بيتباع بسرعه؟ ماشي حبيبي اقعد على اللي انت عايزه. انت يا امنيه انت ومكه اقعدوا هنا. ماشي يا ماما. كيمو ومسمار اقعدوا هنا. اما انا عايز كلب. كلب. بص يا مسمار لو بعت كل بضاعتك اوعدك ان انا اجيب لك كلب. انا تجيبي لي؟ اه وعد مني ليك. ماشي؟ ماشي. بس تبيعوا البضاعه وتصحصحوا وتفوقوا. صح صح بطل نوم شويه. ماشي. ده اكل عيشنا ده. ماشي؟ ماشي. هروح السوق هجيب طلبات الاكل واجي. ماشي يا ماما. ما حدش فيكم يزعل حد. خفيف. حاضر يا ماما. امنيه انت الكبيره يا امنيه. انا عارفه يا ماما تخافيش. ماشي يا حبيبتي. عارفين الاسعار؟ عارفين كل حاجه. ماشي مش هتاخر عليكم. ماشي يا ماما. ماشي يا حبيبتي. ولا مسمار. يا كيم امتى ربنا يفكها علينا من الشغل ده وما نبيعوش شيبسي تاني؟ انا نفسي اروح العب كوره مع اصحابي زي زمان. كل يوم امك تجيب لنا بضاعه بضاعه ونبيعوها. انا زهقت يا مسمار. وانا نفسي في كلب اربيه في السطوح واكله شيبسي. ماشي يا مسمار. يا امنيه انا عايزه اقولك على حاجه. نعم يا مك. احنا لازم نبيع كل البضاعه يا امنيه عشان نساعد ماما ونقف جنبها. ماما بتتعب وتشقى عشاننا يا امنيه. اه يا مكه انا بحب ماما قوي عشان هي طيبه واحنا هنطلعوا جدعين اكتر منهم عشان هما بيزعلوا ماما. احنا نبسطوا ماما مننا وهنبيع حاجتنا كلها. ماشي يا امنيه. يلا بينا. يلا يلا شيبسي. عندي شيبسي. خليك مع الجديد ما تروحش للقديم. خليك مع الجديد ما تروحش للقديم. ماما. نعم يا غازي. انا عايزه اشتري شيبسي. حاضر اللي انت عاوزاه يا روح قلب ماما. شكرا يا ماما. مسمار. ماما هتجيب لي كلب. ماما هتجيب لي كلب. يا مسمار. ماما هتجيب لي كلب. انا عارفه ان انت مش هنا خالص. يا كيمو. ايه يا ام غازي؟ عاوزين شيبسي حبيبي. ما منبيعوش يا ام غازي. ما نعرفوش سعره. ما مكتوب عليه بخمسة جنيه اهو. لا انا سيت اصل منتهي الصلاحيه. منتهي الصلاحيه؟ اه انا عايز مصلحتك. عايزه تشتري اشتري بس هو منتهي الصلاحيه. طب منتهي الصلاحيه بتبيعه ليه؟ ما ببيعش اهو خايف عليكم. طب شيله من هنا. ماشي. تعالي يا غزل هجيب لك من الشيبسي ده يا حبيبتي. ماشي يا ماما. ازيك يا امنيه عامله ايه؟ انت عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا زوزو؟ ازيك يا امنيه؟ عايزه شيبسي؟ اه ماشي. عايزه الطعم ايه؟ عندي بالملح وعندي بالخل وكان عندي بالشط. عايزه ايه؟ بالخل. عايزه بالخل. خليهم اتنين بقى. اتنين. حاضر. بكام الواحد؟ الواحد ب15 كده 30 جنيه. ماشي يا حبيبتي. شكرا يا ماما بحبك قوي. وانا كمان بحبك قوي. اتفضل. اتفضلي يا امنيه. شكرا. كده مبسوطه؟ اه يا ماما. مين حبيب ماما؟ انا. مين قلب ماما؟ انا. تعالي يا روح قلب. يلا شيبسي. يلا عندنا شيبسي. يلا عندنا جديد. ما تروحش للقديم. خليك مع جديد. ما تروحش للقديم. يلا عندنا شيبسي. يا بابا. ايه يا وشو؟ انا عايزه شيبسي. حاضر يا حبيبه قلبي. ايه يا كيمو؟ يا مسمار. فين يا عم احمد؟ فين؟ مالك هنا بتزعق ليه يالا؟ عايزين ننام يا عم احمد. يا عم تنام في بيتك. كنت جاي تنام هنا؟ ما تنام في بيتك. انا في ايه؟ انت جاي تنام هنا وفاتح ليه وفرش ليه عشان ما جاي تنام؟ معلش يا عم احمد. ما تستعجل يالا وخليك راجل يالا. وقف يالا هنا كده يالا. ايه اللي انت بتعمله ده؟ من واقف. وقف صوتك يا. انت ثانية. احنا يا عم احمد معلش. حقك علينا. حقك علينا يا عم احمد. معلش احنا اسفين يا عم احمد. معلش معلش انا هقول لماما عليه. انت جاي تنام هنا؟ انت مش عاجبك وبتقعد وشك كمان؟ انا اسفه. معلش انا هديك بالكف جراوه في الترابيزه. انا اسفه. انا اسفه. خلاص قول له انا اسف. بقولش لحد انا اسف. انا خلاص انا اقول لك بدل انا اسف. انت عيل باد ورمه. صح خلاص بقى اقعد بقى يا كيمو. عم احمد احنا عايزين ننام. يا عم تلاقي النام. ما زهقناش بقى يا عم احمد. تعشي من عندي انا. لا احنا عايزين من هنا. معلش. طب ماشي انا هبيع لك. تبيع لمين الشمس ده؟ منتهى الصلاحية.
صلاحية. لا إيه؟ لا ادي كده الشيبسي ده منتهي الصلاحية. متخلف يا ابني، بتشد منها الحاجة ليه؟ معلش يا عم احمد. بتتكلم حلو يالا. تعالي ما عندكش دم يا صاحبي، البنات اجل منك والله العظيم. عشان هما ذوقهم محترمين. خلاص حقك عليا. احنا اسفين يا عم احمد، ما تزعلش معلش. طب اقول لك على حاجه، الشيبسي اللي عندي ده برينجلز، ده حلو قوي ده. الله، عارفه كمان مستورد وجميل. تعالي يا حبيبتي تعالي، عصبتني وعكرتني. وانت بتعمل ايه يا ابني؟ انت كمان بص بيعمل ايه ده كمان. انت يا ابني مسمار ورا ده، انا مش فاهم انا العيال دي مالها والله. انا يا بابا انا عايزه بالمال. ماشي يا حبيبه قلبي، انا عايز اعرف يا امنيه دول اخواتكم ازاي انتوا الاثنين؟ انا مش فاهم انا والله. انا اسف حقك على سبحان الله، بقولك البطن قلابه بكام يا حبيبتي الواحد من ده؟ 15 جنيه. ايوه والله ضايقني وعكرني والله، والله العظيم انا اقول لامه. انا هقول لك، خد يا حبيبتي 20 جنيه و5 جنيه ليكم. اتفضلي يا حبيبتي. شكرا يا استاذ احمد، ربنا يخليك يا رب. اللي انت عايزاه. مبسوطه يا فيروز؟ اه يا بابا. يلا عشان اجيب لك باكو شيبسي، هنعمله خناقه مع عيال مالهاش لازمه. يلا يا حبيبتي. فين اللي كانوا معايا جنبي كمان ورايا؟ بصيت يا ناس في مرايا، ما لقيتش غيري وبس. عيش ملح راح في مجاري، وانا كنت مش داري. عشت الحياة اجباري، والفرح ساعة ونص. ايه يا امنية عاملة ايه؟ الحمد لله. فين ام غمار؟ ماما راحت تجيب طلبات من السوق. ماشي، اول ما تيجي ابعتها لي، قولي لها عمك محمود جايب لك مصلحة كده. ماشي حاضر. ماشي، بس الله ينور على الحاجات الجميلة والحلوة دي. ايه الحلاوة دي يا امنية؟ شكرا. ما تبيع بكام الشيبس ده؟ 15 جنيه. 15 جنيه، هو عامل كده ليه؟ ده شكله غريب خالص. ايه ده شيبس؟ انا عارفه انا عارفه. مستورد يا عمو محمود. ب 15 جنيه؟ ايوه ده مستورد، جميل قوي. هلا يا كيمو، حتى جاي تناموا هنا. هلا يا كيمو. هلا يا مسمار. هو هجيب لي كلب. ايه يا عم محمود؟ انت لسه في موضوع الكلب ده. هو هجيب لي كلب. هجيب لك ده الواد مسمار ده، هو صغير قد كده عاوز كلب. هو هجيب لي كلب. ما ولا كيمو. ايه يا عم محمود؟ بكام يا كيمو الشيبس ده؟ ده بايظ يا عم محمود، هنرموه وسيبنا ننام بقى. هترموه؟ ارموه لي يا ابو. انا جات لي فكره حلوه قوي يا صالح. ايه؟ بدل ما يرموه ناخدوه نبقى قدام العماره عندنا. صدق فكره حلوه، ومحدش هيعرف حاجه. يلا يا ابو عبي بسرعه. ايه يالا في ايه؟ ماشي تعالى. ماشي بص، عاوز اقول لك على حاجه. ايه؟ خد اكبس اكبس. يعمل ايه كده؟ انا كده عادي. طب اعمل ايه يا عم محمود؟ طب بدل ما ترموه نستنفعه في ايه؟ لا ترموه ليه يا عم محمود؟ ده حلو قوي يا عم محمود. ازاي حلو؟ ما اخوك الكبير اهوت بيقول انه بايظ. ده بيضحك عليه. بيضحك عليا؟ يعني انت تعرف اكتر من اخوكي؟ ايوه انا اعرف اكتر من اخويا. اه خليك انت في شغلك، انت مالكيش دعوه. مالكيش دعوه، هو اللي قال لي. مالكيش في انت يا امنيه. ده نضيف يا عم محمود. نضيف؟ ما انا عارف اللي هو نضيف، ما ياخده بيه عنده. بدل ما ترموه حبيبتي. تعال انا صالح، انا اقف لك كده. انا صالح. يلا يا ابو. ايوه اكبر شويه. يعني ايوه غني يا صالح، غني غني. فين اللي كانوا معايا؟ ايوه غني يا صالح معايا. بص هلا جيبه، سيبه نايم. تعالى بص يا حبيبتي، لما تيجي امك لو في حاجه خليها تجيلي. قولي لها عم محمود جايب لك مصلحه كده. ماشي، بتبصوا لي كده يا اولاد؟ في ايه مالكم؟ مفيش حاجه. هو انا دخلت سرقته؟ لا. مش انتوا هترموه؟ لا مش هنرموه. ما اخوك اللي بيقول ده. مفكرني حرامي ولا ايه؟ ده انا اللي مربيك يا بنت انت وهي. يلا يلا يلا. احنا هنعمله ايه دلوقتي يا امنيه؟ بصي، لما ماما تيجي يبقى نحكي لها على اللي حصل، وبعدين اساسا اخوكي هو اللي غلطان عشان قال له الحاجات دي بايظه واحنا نرموها، وهو اخدها. وانا بصراحه كنت خايفه اكلمه عشان ما يزعقليش، عشان هو بيزعقلي. وبعدين ماما هي كبيره تتصرف معايا. عندك حق يا امنيه.
شاء الله ما شاء الله يا أمنية، شاطرين بعتوا كل البضاعة؟ يا ماما بقى معانا آخر ثلاثة. برافو يا أمنية. اتفضلي فلوس اهي. اللهم صل على النبي يا أمنية، ربنا يكرمكم يا حبيبتي يا رب، ربنا يخلي. كيمو مسمار باع البضاعة كلها؟ ولا يا مسمار ولا يا كيمو. ايه يا ام، أول مرة تكبروا بخاطري يا أولاد وتبيعوا كل البضاعة. بعنا البضاعة. أقولها؟ تقولي لي إيه يا أمنية؟ مبيعوش حاجة يا ماما. أمال فين البضاعة؟ هقولك يا ماما. قولي يا أمنية إيه اللي حصل؟ كيمو مسمار أي حد يجي يشتري من عندهم حاجة يقولوا له الحاجات دي بايظة وماما هترميها، وكمان بيزعقوا للناس بيقولوا لهم إحنا عايزين ننام. أنت مش عارفة يا أمنية يعني تفهميهم إن ده صح وده غلط؟ ما أنا فهمتهم، هما مش قادرين يسمعوا كلامي. وبعدين ايه اللي حصل؟ جه عم محمود سالهم عليكي، كيمو قال له ماما في السوق. وبعدين طب راح عم محمود البواب ساله قال له الحاجات دي بكام؟ قال له متتباعش وماما هترميها، الحاجات دي بايظه هترميها؟ هترميها في الزباله. ليه؟ راح عم محمود اخد كل حاجه، وانا بصراحه يا ماما خفت اكلمه عشان انا بخاف منه قوي يا ماما. وانت يا مك؟ لا يا ماما انا بخاف من عم محمود البواب ده قوي يا ماما، هو وحش كمان. البضاعة بترموها؟ جايب الفلوس منين انا؟ البنات ارجل منكو؟ ولما جبت صبيان قعدوا يزغرطولي ويسقفولي عشان جبت صبيان خيبت اللي عايزة صبيان. انت ولا انت وهو والله ما هتباتوا في البيت ولا هيمرض لكم عين ان يجيبولي البضاعة يا تمنها. جيبوها ازاي يا ماما؟ روحوا جيبوها منه زي ما اخدها منكو. هو انا اعطيتها له ولا انتوا؟ طب والله لا اروح لعم محمود البواب ده وما اسيبه النهارده. تعالى معايا يا مسمار. بتغلط فيه هو غلط فيك؟ بتغلط فيه، ما انت اللي غلطان. ما انت واحد راجل مفتح ما كانش ياخد منك الحاجه. انا هروح اجيبهم منه. روح يلا يا مسمار. انا عايز كلب. كلب؟ ده انا اللي هعلقك والله يا مسمار، لما جبت الحاجه ما هسيبك انت واخوك. يلا بينا. صبياني وخيبتي بس شاطرين يا بنات. تعالي تعالي في حضني كده اهو، والله ما سايباهم اخواتكم دول. صبيان على الفاضي ورجاله على الفاضي. معلش يا ماما. يلا عندي شيبسي، عندي طعمين. بابا انا عايزه شيبس. حاضر يا حبيبتي. يا عم محمود انت يا غزل محمد عامل ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ فتحت مشروع صغير كده ابني صالح، ايه رايك؟ ماشي يا استاذ محمد. اختار انت عايزاه يا حبيبتي. عايزه ده. عايزه ده؟ ماشي خدي ده. خد ده لاختك. ماشي. كم كده يا عم محمود؟ 20 جنيه. كم؟ 20 جنيه. مكتوب عليه 5 جنيه يا عم محمود. ما انا عارف مكتوب عليه 5 جنيه بس انا بقول له 10. يعني ما تزق معايا يا استاذ محمد. استاذ محمد مالك فيه يا استاذ محمد؟ ما انتوا بترموا اكل قد كده في الزباله، جت على 5 جنيه زياده يعني؟ دي انتوا البارح رامين بتاع نص فرخه يا استاذ محمد، كل يوم رز قد كده ولحمه دي كده يا استاذ محمد. هو انت بتبص في الزباله يا عم محمود؟ ببص في الزباله. وعاوز اقول لك على حاجه، بدل ما ترموها في الزباله نادي عليا ابعت لك صالح ادهم له يا استاذ محمد. 20 جنيه يا استاذ محمد. ده انتوا عليكم حاجات. عشان خاطر صالح بس. ماشي اقبض يا صالح. يا صالح. ماشي يا استاذ محمد. الله يخليك. قوي يا بابا. مين حبيب بابا؟ انا. مين روح بابا؟ انا. ندعي على شغلك. يلا شيبسي عندي. شيبسي يلا شيبسي عندي. شيبسي قرب قرب. عم محمود ايه يالا؟ عايزين الشيبسي بتاعنا. الشيبسي بتاعكم؟ شنتوا كنتوا هترموه؟ نرموا يا عم محمود، بنهزروا معاه. تهزروا معايا والله؟ ايوه يا عم محمود، كنا عايزين ننام شويه. يعني الشيبسي ده حلو يا كيمو؟ نضيف يا عم محمود. جدع خد انا صالح، خد لك واحد كله صالح. ده 5 جنيه يا عم محمود. ماشي في ايه مالك؟ احنا عايزين الشيبسي. طيب عشان مش هتدخلنا البيت. ما تدخلكمش، خد بعضك واخلعوا يلا. يا عم محمود بالله عليك، ما هتضربني مش هتدخلني البيت، بالله عليك اديني الشيبسي. طعمه حلو؟ والنبي يا عم محمود. عاوزين الشيبسي؟ يا عم محمود. من تحت طول ليه انت هو؟ كنت بهزر معاك يا عم محمود، كنت عايز انام شويه. هزر معايا؟ هو انا عيل صغير قدكم يا ابني عشان تهزر معايا؟ ناسف يا عم محمود. اسف؟ يعني انت بتهزر معايا؟ ناسف يا عم محمود معلش. انا اهزر معاك انت كمان. واسف دي مش هنا، اسف دي عند امك هناك. طب ليه الغلط يا عم محمود؟ غلط ايه يالا؟ شايف الجردل دوت اللي هناك ده؟ ماله ده؟ هاته وتعالى ورايا.
عشان اهزر معك شويه بالمره. اعمل ايه ده؟ هاتوا تعالى ورايا، مش تعوز حاجتك؟ هاتوا تعالى ورايا يلا. اه يا عم محمود ندي على شغلك يلا. يلا شيبسي، عندي شيبسي. يلا قدام انت اهو. واحد تعالى حبيبي، واحد وراك يا سعد، ما تخاف. تعالى بس قدامي يلا. يلا شيبسي، هتهزر معايا ولا ايه؟ عندي شيبسي. قرب قرب قرب. بص انا كيمو، شايف العربيه ديت؟ مالها يا عم؟ والعربيه اللي هناك دي والعربيه اللي هناك دي، التلات عربيات دول عاوز اشوف وشكم فيهم. عارف يعني ايه؟ تمسح وتلمع فيها على قد ما تقدر. ليه ده يا عم محمود؟ عشان تعرف تهزر معايا كويس، وانا بهزر معاك، وده الهزار بتاعي يا عم كيمو. بربنا يرحم منك يا عم محمود. ايوه يلا شوفوا وشكم، وعارف لو مسحتوش كويس والله لعلقكوا على الباب هنا. يلا وريني شغلكم، يلا يا حلوه اللي بتحب تهزر، وريني شغلك انت وهو، كل واحد فوطه. يلا يلا برام ارحم من عم يلا محمود. اشتغل يلا برام ارحم منك يا عم محمود. يلا لا اشتغل انت وهو. يلا برام ارحم منك يا عم محمود. يلا برام ارحم منك يا عم محمود. انت بتعرف تهزر كويس. برام ارحم منك يا عم محمود. في حنفيه جوه مليانه ميه، خد تعالى املا ميه من الحنفيه اجري. برام ارحم منك يا عم محمود. ليه كده يا عم محمود؟ نضف انا كويس يالا. اهوت يا عم محمود، اشوف وشك على الكبوت هنا اهو يا عم محمود اهو. مش شايف وشك يالا اهو. اشتغل يالا.